يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معتقد الصوفية في الأسماء والصفات وفي مسألة خلق القرآن؟ الصوفية ضلالهم في العبادة، ضلالهم في العبادة، ومنهم من يغلو ويقول بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين، وأن الكون لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، بل الوجود كله هو الله. هذا قول ابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود، وهذا أشد ما توصلت إليه الصوفية من الإلحاد. أما الغالب فإنهم في أمور العبادة. نعم.